بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل المحاضرة المتعلقة بالمارين سيدمنت، وكنا في المحاضرة اللي فاتت تكلمنا عن التريجينس سيدمنتس والبيوجينس سيدمنتس. اليوم نستكمل النوع الآخر اللي هو الهيدروجينس سيدمنتس، والنوع الرابع هو الكوزموجينس سيدمنتس، وهي من أنواع المارين سيدمنتس اللي بيتم كلاسيفيكيشن تبعها بيزد اون ذير اوريجينز، بناء على نشاتها. الهيدروجين سيدمنتس هي النوع الثالث من انواع المارين سيدمنتس، وزي ما حكينا في السابق ان هناك تقسيمتين للمارين سيدمنتس، اما على اساس النشاه واما على اساس المكان. وعلى اساس المكان تنقسم الى نيريتيك وبلاجيك، وعلى اساس النشأة تنقسم الى تيروجينس وهيدروجينس وبيوجينس وكوزموجينس. بالنسبه للهيدروجينس سيدمنتس، هي عباره عن السيدمنتس التي تنشا بفعل الترسيب الكيميائي في مياه البحر، بفعل عمليات تفاعل كيميائية بين مكونات مياه البحر والكائنات والموجودة فيها، وينتج عن ذلك تكون رواسب هي رواسب كيميائية. يبقى الهيدروجينس سيدمنتس produced by chemical processes in seawater. They are formed by the precipitations of minerals. أهم شيء بيحدث عندي عملية ترسيب للمعادن from the ocean waters or can be formed as a new minerals. إما إنه معادن موجودة في عمود الماء، هذه المعادن بيصير لها settling down وبيصير لها ترسيب على القاع، أو تكون معادن جديدة نتيجة لوجود المحاليل الحارة، المحاليل الحارة اللي تنشأ بفعل البراكين تحت البحار، وبالتالي بتكون في عندي درجة حرارة عالية، في عندي سائل ودخان يخرج من فوهات البراكين تحت البحار. هذا السائل غني بالمعادن، هذه المعادن تتفاعل مع بعضها البعض وتنتج عندي أنواع جديدة من المعادن التي تترسب في قاع البحر وبتشكل خامات، بتشكل خامات أو أورز. من المارين سيدمنتس التي تنتمي إلى الهيدروجينس سيدمنتس هي النون بايوجينس كاربونيت، ونحن هنا حكينا نون بايوجينس لأنه في عندي كاربونيت شفناه في المحاضرة اللي فاتت ينتمي إلى النوع اللي هو البيولوجي، اللي هو ناتج بفعل البيوجينس سيدمنتس، ناتج بفعل الأوز، تمام، وهي عبارة عن تجمعات لهياكل كائنات فيتوبلانكتون أو راديولاريا أو أي أنواع من الكائنات اللي بتعيش في البحر أو المرجان أو غيره، وبالتالي هي بتكون نشأتها حيوية. أما هنا بنتكلم عن الكربونيتس اللي هو نشأته غير حيوية، نان بايوجينس كربونيتس زي الإيفابورايتس مثلا، وهي الإيفابورايتس هي عبارة عن صخور تنشأ على سطح السيرفس أوف ذا، سطح الماء عندما يكون مشبع بالكالسيوم كربونيت، تنشأ على يعني قريب من السطح في وجود محاليل حارة، وبالتالي بيكون في عندي نشأة لصخور الكربونيتس الغير عضوية. من أمثلتها اللي بينشأ في البحار الأراغونايتس، وهو عبارة عن and الأوليت والأراغونايت عبارة عن مواد كربونية برضو CaCO3، يعني الأراغونايت برضو هو عبارة عن كالسيوم كربونات، ولكنه ينشأ أو يتبلور في فصيلة غير الفصيلة التي ينشأ فيها الكالسايت. كمان من الرواسب التي تنتمي إلى الهيدروجينس سيدمنتس هي الفوسفورايتس أو رواسب الغنية بالفوسفور، وهي containing greater than 30% من الفوسفور أوكسايدز and occurring as nodules، وتتكون على شكل عقد في قاع البحر. يبقى هاي الرواسب اللي هي رواسب الفوسفورايتس هي عبارة عن عقد من الفوسفور أوكسايدز، بيكون فيها كمية كتيرة من الفوسفور أوكسايدز وبتتجمع على شكل
عقد، وهي العقد تنمو أو تترسب على نواة لمادة غير فوسفور، مثلا ممكن تكون رمل أو ممكن تكون عظام أو ممكن تكون أي جسم، وبالتالي تبدأ تتملأ تترسب عليه وتغلفها مكونة عقد من الفوسفورايت. كمان عقد بسموها المنغنيز، المنغنيز النودلز، وهي عبارة عن المنغنيز أوكسايدز، وهنا بيكون في عندي وجود لخامات المنغنيز التي تترسب على والحديد كمان، وممكن في الكبر، كلها توجد على شكل نودلز، على شكل عقد بسموها المنغنيز نودلز. والمنغنيز مش شرط يكون فقط خام المنغنيز، وإنما بيكون معها أيضا خامات أخرى زي الحديد والكبر والكوبالت والنيكل، هاي كلها خامات accumulated in special conditions أو تحت ظروف خاصة، وهاي الترسبات بتشكل عقد زي ما حكينا، والعقد هاي بتكون طبقات تغلف، يعني بيكون في عندي مثلا قطعة من السيليكا مثلا أو الكوارتز أو السيليكا، وبتبدأ تترسب عليها طبقات من المنغنيز أو من الحديد أو من الكبر، وبالتالي بتشكل عقد. هاي العقد تعتبر خام اقتصادي، يعني يتم جمع العقد هذه لأنها عبارة عن خام جاهز ومفصول، وما عليك إلا أنك تعيد بس فقط تنقيته، وبالتالي يعني من أفضل الطرق لاستخراج المعادن الكوبالت والكبرز والنايكلز والحديد والمنغنيز. وهاي بتكون منتشرة طبعا، في هناك سبب رئيسي لتكونها، واحنا قلنا احنا بنتكلم في موضوع المنغنيز، بنتكلم في موضوع الهيدروجينس سيدمنتس، و في الهيدروجينس سيدمنتس احنا بنتكلم لازم يكون في محاليل حاره في الغالب، هاي الحاره ثيرمال سوليوشن، وهاي المحاليل الحاره بتكون من البراكين، من البراكين تحت سطحية تحت البحر، وبالتالي بتكون فيها أصلاً هي ريتش وذ مينرالز، هي غنية بالمعادن، وبالتالي بترسب هذه النودلز. عشان هيك هو أكثر انتشار إلها موجود في الباسيفيك أوشنز، في المحيط الهادئ، وبنعرف إنه المحيط الهادئ تنتشر فيه كمية كبيرة جداً من البراكين تحت سطحية، وإحنا عارفين إن المنطقة سميناها إحنا الفاير أوف رينج، رينج اوف فاير، اسف، رينج اوف فاير، وهي عباره عن حلقه النار، وهي عباره عن مجموعه البراكين التي تحيط او تحيط باللوح التكتوني الخاص بالباسيفيك اوشنز. معدل الترسيب تاعها يتراوح بين 1 الى 1 مليمتر لكل مليون سنه، يعني من تكون اللايرز تاعت المنغنيز اوكسايدز أو الكبرز أو الكوبالت، هاي المعادن هو سرعته من 1 إلى 10 مليمتر كل مليون سنة. وهنا بنشوف أشكال للمانغانيز نودلز الموجودة، وزي ما حكينا هنا بتغطي من 20-50% من الباسيفيك أوشن بوتومز، من قاع المحيط الهادئ. وطبعا السبب هو انتشار النشاط بركاني على طول اللوح التكتوني للمحيط الهادئ. وهنا بتشوف عندك هنا هاي عبارة عن نواة، زي ما حكينا they form very slowly around nucleation center such as piece of bone or teeth، يعني بتكون على هنا، بتكون في عندي مثلا نواة لتكون هذه العقد. هذه النواة قد تكون عظم أو قد تكون أسنان أو قد تكون أي شيء، ويبدأ يترسب حواليها الخام أو المعدن. النوع الأخير من أنواع المارين سيدمنتس المتعلقة بالنشأة هو ما يعرف بالكوزموجينس سيدمنتس أو الإكسترا تيرستيال سيدمنتس، وهي الرواسب الخارج اللي قادمة من خارج الأرض، من الإكسترا تيرستيال، وبالتالي هي خارج، جاية من خارج الأرض. سيدمنتس هذه derived from extra terrestrial materials and includes micro
مايكروميترايتس والتكتايتس، من أشهر أنواع هذه المعادن أو هذه الرواسب توجد في البحار هي التكتايتس والمايكروميترايتس. المايكروميترايتس والتكتايت تنتشر بشكل كبير جدا، قد تصل يعني إلى 10,000 إلى 100,000 طن في قاع البحار، وهي بتأتي على شكل غبار أو دست ناتج من احتراق الشهب والنيازك في الغلاف الغازي، وتسقط على الأرض على شكل دست أو على شكل غبار أو حبيبات صغيرة زي ما انتم شايفين في الصورة هنا. كل هذه الحبيبات سواء السوداء الغامقة أو الفاتحة أو المصقولة جيدة الصقل وتأخذ أشكال دائرية أو أشكال دمعة، وهي ناتجة من تفتت للنيازك والشهب عند دخولها الغلاف الغازي وتفتتها واحتراقها، وتسقط على قاع البحر، لأنه احنا عندنا تقريبا 71% من قاع البحار هي عبارة عن 71% من مساحة الأرض هي بحار، وبالتالي مساحة كبيرة بتسقط عليها هاي الرواسب التي توجد، طبعا توجد في القارة وتوجد في البحر، ولكنها في البحر هي عبارة عن أكثر ظهورا، لأن القاع البحر لا يوجد فيه شك كثير أنواع من الرواسب خاصة المياه العميقة. بالنسبة للنوع البلاجيك سيدمنتس، البلاجيك سيدمنتس هي عبارة عن رواسب المياه العميقة. البلاجيك سيدمنتس باي بوزيشن، واللي قبل كانت باي أوريجين. البلاجيك سيدمنتس هي عبارة عن زي ما قسمنا، احنا كنا قسمنا نيريتيك وبلاجيك حسب البوزيشن، وبالتالي الرواسب الشاطئية هي نيريتيك، والرواسب المياه العميقة هي عبارة عن بلاجيك. والبلاجيك هي عبارة عن زي ما حكينا في السابق، هي عبارة عن very fine grain sediments، هي عبارة عن very fine grain sediments، رسوبيات ناعمة جدا من حجم الكلي في الغالب، من حجم الطين، هو أصغر أنواع الرسوبيات، وبالتالي هاي الحجم يحمل بفعل الرياح أو تيارات الحمل، وينتقل من المياه من القارة إلى المياه العميقة، أو من البراكين الموجودة في المياه العميقة وتشكل جزر بركانية، ينتقل منها هذه الرواسب إلى المياه العميقة وتشكل طبقة من الطين التي تعرف بالبلاجيك كلي. طبعا قد تدخل في هذه الطبقة رواسب أخرى زي ما حكينا في المحاضرة اللي فاتت، رواسب من البيوجينيك سيدمنتس، رواسب هياكل الكائنات البحرية سواء الفيتوبلانكتون أو عبارة عن الراديولاريا أو الدياتومز اللي بتشكل أوز، وقلنا هي تترسب أيضا في المياه العميقة بعد موتها بكميات كبيرة. وبالتالي الريد كلي بسموه الريد كلي أو البلاجيك سيدمنتس هي عبارة عن very fine grain sediments that has accumulated by the settling of the particles through the water column to the ocean floor beneath the open ocean far from land. يعني وهي تختلف unlike terrigenous sediments، هي تختلف عن terrigenous sediments، لأن terrigenous sediments نشأتها قارية وأحجامها كبيرة، وهي يعني فيها سيلت وفيها ساند وفيها جرافلز، بينما البلاجيك سيدمنتس لا تصنف على أساس محتواها الكيميائي، لا تصنف على أساس محتواها المحتوى تبعها المعدني، لأنه في الغالب هي تتكون من بلاجيك سيدمنتس من كلي، في الغالب هي تتكون من كلي، فيش فيها فاريشن يعني كتير، ولكن فيها وجود نسبة المواد العضوية الكالكاريوس or siliceous shells of phytoplanktons or zooplanktons والكلي siliceous clastic عبارة عن الرواسب الكلي. يبقى في عنا البلاجيك سيدمنتس تتكون من كلي زائد تتكون من سواء calcareous sediments، تتكون من calcareous sediments CaCO3 من اللي هو حكينا عليهم في المحاضرة السابقة اللي هم البيوجينس sediments، أو من silicious sediments
اللي هي بتكون بسبب وجود الراديولاريا او الدياتومز او الهياكل الكائنات ذات الجدران عبارة عن سيليكاتية. هناك مجموعة من العوامل اللي بتأثر في البلاجيك سيديمنتس، يعني بتأثر في وجودها في كمياتها. وهذه العوامل، أول عامل هو عبارة عن distance from the major land mass which affects their dilutions by heterogeneous sediments. طبعا المسافة اللي يتراكم فيها البلاجيك سيديمنتس مرتبطة ببعد القارة عن المياه العميقة، وبالتالي هنا قد نجد انه البلاجيك سيديمنتس تكون موجودة بشكل كبير جدا وبسمكات كبيرة اذا كان القارة قريبة من المياه العميقة وكان في صحاري وكان في غيره، هذا جزء بيلعب دور. النوع الثاني او العامل الثاني اللي بيأثر في البلاجيك سيديمنتس هو عبارة عن الووتر ديبث، عمق المياه اللي بتتواجد فيها البلاجيك سيديمنتس. واحنا قلنا ان البلاجيك سيديمنتس من البدايه هي رسوبيات مياه عميقه، ولكن اذا بتتذكروا في المحاضره اللي فاتت حكينا عن ما يعرف بالسي سي دي، وهو العمق الذي عنده يكون هناك توازن في استهلاك الكربونيتس، بحيث انه اسفل هذا العمق راح يزيد استهلاك الكربونيتس، وبالتالي تحت العمق هذا اللي هو يتراوح من 3000 الى 5000 متر مش حلاقي صخور كربونية أو جيرية، وحلاقي صخور سيليكاتية أو رواسب سيليكاتية. وأعلى من هذا العمق اللي هو 3000 من 3000 يعني متر إلى 5000 حسب الموقع، بالنسبة للموقع الجغرافي بالنسبة للقطب الاستواء أو القطبين، بيكون أسفل هذا العمق أعلى منه بتواجد كمية كبيرة من الكالسيوم كربونات. الآن شو علاقة هذا الموضوع بالبلاجيك سيديمنتس؟ علاقته أنه إذا كان في عندي بلاجيك سيديمنت، إذا كان في المياه عميقة جدا، فهذا حيعني أني أنا حاجد بلاجيك لي، ومش راح أجد مثلا بيوجينس سيديمنتس من اللي جدارها كربوني لأنه حيتحلل، وقد أجد بعض الجدار السيليكاتي أو كائنات أوز من اللي إلها جدار سيليكاتي. والعكس صحيح، إذا كانت البلاجيك موجودة في أعماق 2000 متر وأقل يعني، فإن هناك احتمالية لوجود معها رواسب جيرية من الكالكيريوس بيوجينيك بارتيكلز أو سيليشيوس، وبالتالي هنا برضك عامل بلعب أو بيأثر في موضوع البلاجيك سيديمنتس. في موضوع آخر أو عامل آخر بيلعب دور، وهو عبارة عن الأوشن فيرتيليتيز. الأوشن فيرتيليتي هو عبارة عن مدى خصوبة مياه البحر. هذا العامل يعني إذا كانت المياه مياه دافئة ومياه مناسبة لنشأة ونمو كميات كبيرة من الكائنات الفايتوبلانكتون أو الزوبلانكتون، فهاي الكائنات راح تترسب على القاع، وبالتالي حتساهم في وجود كميات كبيرة من الكالكيريوس سيديمنتس أو السيليشيوس سيديمنتس في في الباجيك كلي. أما إذا كانت البيئة فقيرة، بحيث إن هذه المياه مياه باردة جدا جدا أو مياه ملوثة، فاحتمال نشأة كائنات فيها فايتوبلانكتون أو زوبلانكتون هي قليلة، وبالتالي مش حنلاقي هاي البيوجينيك الفايتوبلانكتونز أو الزوبلانكتونكس في السيديمنتس تاعت البلاجيك. هنا بنشوف الرسم اللي بوضح العلاقة بين إن البلاجيك سيديمنتس أو الريد كلي، حكينا عليه ممكن نسميه ريد كلي، وبيوجد فيه المياه العميقة وبينشأ نتيجة السيتلينج داون للفيريفاين سيديمنتس أو الكلي. طبعا بصاحب وجود البلاجيك قلنا بيكون البيوجينيك اوز، والبيوجينيك اوز قلنا اما ان يكون CaCO3 كربونيت من الكالسيوم كربونيت او بسموه كالكيريوس، او بده يكون من السيليكا المائيه وبسموه سيليشيوس. الان مدى وجود الكالسيوم كربونيت او السيليكا تلعب في دور موضوع عمق المياه الدبث
الووتر ديبث بيلعب في عمق المياه بشكل أساسي. تمام. طبعا ديستريبيوشن للسيدمنتس في الديب اوشن بيعكس اللاتيتيودز، المنطقة اللي بتواجد فيها سيدمنتس. يعني إذا بلاقي سيدمنتس كلها من نوع السيليكا أو السيليشيوس، معناته هاي منطقة عميقة ومنطقة باردة. كمان الديستانس عن اللاند ماس، إذا وجدت فيش عندي رواسب، كل الرواسب الموجودة عندي هي عبارة من الكلي ومن السيلت أو من الكلي بالذات، بيكون هاي عبارة عن المنطقة بعيدة جدا عن اللاند ماس. أما إذا كانت قريبة ففي احتمالية لوجود أشكال أخرى من السيدمنتس. وبتعكس كمان السي سي دي أو الكربونات كومبنسيشن ديبث. من الأشياء اللي يعني جديرة بالملاحظة إنه الجلاشيال مارين سيدمنتس بتوجد دائما في الهاي لاتيتيودز، يعني في مناطق القطبين. الجلاشيال مارين سيدمنتس البلاجيك كلي أكر فار فروم ذا لاند and in the deepest water. إنه البلاجيك معروف تحدث بعيداً عن القارة وفي مياه عميقة. ملاحظة الثالثة إن الكالكيريوس أوز أكور أباف ذا كالسيوم كربونات ديبث، يعني السي سي دي. تمام. The rate of sedimentation depends on the type of the sediment in the sea in the deep sea. هاي بعض الأشياء العوامل اللي إحنا لازم نأخذها بعين الاعتبار وإحنا بنتكلم عن المارين سيدمنتس. وفي عندي هنا جراف، خريطة بتبين توزيع المارين سيدمنتس في قيعان البحار المختلفة. بتلاحظ عندي هنا عبارة عن الكالكيريوس أوز، وهي عبارة عن بيوجينوس سيدمنتس. وبتلاحظ إنها تقريبا في مناطق الاستوائية والمدارية موجودة هنا، وفي المناطق الشلو ليست عميقة. يعني هاي طبعا لازم يكون فيها أقل من السي سي دي، يعني ممكن أقول عمق المياه الموجود فيها هنا كلها أقل من 3000 4000 تقريبا متر. من المناطق العميقة بتكون طبعا فيش كربونات أوز، وهي عبارة كمان لاحظ إنها كلها في المنطقة المدارية، يعني في المنطقة ما بين خط الاستواء على في الوسط ومدار السرطان ومدار الجدي، هاي الإكواتور. في المياه الدافئة، المياه الدافئة القليلة العمق بنجد الكالكيريوس أوز. السيليشيوس أوز بتشوف توزيعها، موجود السيليشيوس أوز في المناطق القطبية، يعني أو في نهايات المنطقة المدارية، وتوزيعها أقل من الكالكيريوس. موجودة أيضا في الشباب، موجود جزء عندي هنا. وشو سببه؟ شو سبب وجود السيليشيوس أوز في المنطقة الاستوائية هنا، في المنطقة هاي والمنطقة هاي والمنطقة هاي؟ طبعا السبب قد يكون كثرة كائنات التي تعيش في هذه المنطقة زي الراديولاريا أو الدياتومز ذات الجدران السيليكاتية. وهنا طبعا بيئة دافئة لأنها حول منطقة الاستواء، توجد أيضا بيئة دافئة مرتبطة يمكن بوجود البراكين في المياه المفتوحة، وهذه البراكين بتوفر بيئة دافئة لتكون الكائنات. توزيع كبير جدا بنشوفه لمين؟ للريد كلي. لاحظ الريد كلي يشغل معظم المناطق العميقة وكمية كبيرة من المحيطات. لاحظ الريد كلي منتشر بشكل كبير جدا وبيشغل مناطق يعني موزعة في جميع المحيطات، وبتكون طبعا في المياه العميقة جدا، يعني مياه بعد 5000. في تيريجينال سيدمنتس هنا اللي هي الرواسب الشاطئية، تيريجينال سيدمنتس بتلاحظ في مثلا منطقة الخليج، بحر العرب، منطقة بنغلاديش، في الساحل الغربي لأمريكا، في منطقة الساحل الشرقي أيضا لأمريكا، ولكنه قليل جدا. الجلاشيال سيدمنتس
الجليشير سيدمنتس الرواسب الجليديه بنشوف توزيعها موجوده في منطقه القطبين، وخاصه لاحظ القطب الشمالي يحتوي على كميه قليله فقط من الجليشير سيدمنتس. معظم الجليشير سيدمنتس، وهنا جدير بالملاحظه انه معظم الجليشير مارين سيدمنتس اللي هي التل او المورينا، هذه عبارة عن رواسب موجودة فقط في القطب، المنطقة القطبية أو في الأنتاركتيكا في القطب الجنوبي. والسبب، مين يعرف شو السبب؟ اللي يعرف يجاوب. كونتيننتال، الكونتيننتال شيلف ديبوزيت، أما الرواسب الرف القاري وهي الرواسب الشاطئية، لاحظي عبارة هي الموجودة هنا، وهي المنطقة التي يغلب فيها استكشاف النفط واستخراج الخامات والصيد في الكونتيننتال شيلف. تقريبا هذا هو عبارة عن توزيع المارين سيدمنتس وأشكالها وأنواعها. حنتكلم في المحاضرة اللاحقة على الأوشن كراست أو صخور القشرة المحيطية.